النوبة أكثر من 60 سنة، البيوت أكثر من 10,000 بيت منهار، والكل شاهد والكل بيجي، واللي جاب راحت واللي جاب جاب. لولا هذا الرجل ما كانش حيتم إعمار أكثر من 3,000 بيت. طب لما نتكلم على الحياة كريمة يا إخواننا، حياة كريمة من ضمن الحاجات بيبني بيت للغلابة والفقراء. سمعت ده قبل كده، مر علينا رؤساء، مر علينا قيادات وملوك، أما رأس إنك أنت تبني كرامة وتكافل، كرامة وتكافل بالفعل لكل واحد. إحنا كان مطالب الثورة إن إحنا يبقى فيه بدل بطالة، لا إحنا كرامة وتكافل. ده أعتقد بديل اللي هو المنحة بتاعت البطالة. حاجات كتيرة أنا مهما أقول النهاردة مش هوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي. الوقت أنا برحب وجدي الترحيب وبأكد بكل فخر إن أنا أول الداعمين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردا لجميل وعلى أهل مصر كلها. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.